أكثر من 10,000 شجرة زيتون تتربع على مساحة 400 هكتار مخصصة لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون الطبي غرب وهران. السعيد بختاوي مستثمر وأحد منتجي هذا النوع من زيت الزيتون، كان أول من شجع فلاحي المنطقة للاستثمار في هذه الشعبة. كانوا هنا أشجار قديمة، لما نجحت في الإنتاج تاع هذا الزيت وثبتت علميا وهم وتموا بها الأمريكيين، كنت جيت هنا تفاهمت مع الفلاحين كاع نتاع المنطقة، لأن كانت عندي إمكانيات مالية هذاك الوقت شوية وفيرة، وكنت تفاهمت مع المنطقة هادو كامل 400 هكتار باش كامل نغرس لهم الزيتون وينتجوا كامل جماعيين. فعملية جني الزيتون الأسود بوهران تبدأ أوائل ديسمبر إلى أواخر فيفري للحصول على أجود الأنواع، وتحتوي زيت زيتون هذه المنطقة على فوائد طبية تقي من عدة أمراض، فلونها صاف وغنية بالأوميغا 3. الزيت ما فيه لا رائحة لا والو، لأنه نعصر بطريقة نظيفة، وراك تشوف اللون تاعو أبيض لأنه مازال باقي فيه، مازال يدير لا ديكونتاسيون، سيتادير باش يوجد هذا باش يولي الاخر نخليوه حتى لشهر ماي. لكن رغم جودة هذه الزيوت إلا أن إنتاجها يبقى أقل من المتوسط نظرا لعدة عوامل طبيعية وبشرية تقف دون ذلك. المشكل تاعنا شجرة الزيتون في الإنتاج تاعها اللي هي بالغة، شجرة الزيتون اللي هي بالغة لابد تلحق حوالي 20 لتر متوسط، 20 لتر احنا المتوسط في الجزائر راه 4 لترات. الجزائر دير الاولى الثورة التكنوبيولوجية تاعها باش نطوروا هاد الزراعة تاعنا بطريقة عصرية بطريقة علمية تقنية عالية، ونوسعوا المساحة تاعنا لأن السوق يطلب أكثر من 200 مليار دولار. وفي انتظار أن تحظى هذه الشعبة بأكثر اهتمام من خلال إنشاء ديوان وطني لزيت الزيتون، خاصة وأن الجزائر تعد ثامن منتج عالمي لزيت الزيتون حسب المجلس العالمي للزيتون.